مش أخلصها بالأول. اشتركوا بالصفحة وفعلوا الجرس ويلا مش حكي. في كتير أحيان الشغل اللي بيطلب منا ساعة بيسحب معانا 5 ساعات، ودراسة امتحان بسيط المفروض يعني ب4 ساعات مركزة ننجزه ممكن ندرسه بيومين أو 3، أو صبوا على البدري قبل الامتحان بساعة نلاقي حالنا لمينا المادة. كيف طيب؟ وليش في ناس تركيزهم أعلى من ناس تانية؟ هاي الحلقة مهمة كتير لكل حد معني ينجز أكتر. لازم نفهم شو يعني تشتيت وشو يعني تركيز. عقل الشخص العادي بنسبة 47% من وقته بيكون مقضيها غايب ولا سائل عن حدا، بسرح وبيفكر ببكرة، بيفكر بمبارح، بيفكر بكل إشي مش مهم يفكر فيه هلا، حسب دراسة عملتها جامعة هارفارد في 2010. وإنت بتعمل أي إشي نص الوقت بتكون تفكر بإشي تاني غير اللي بتعمله، وهذا الرقم ضعف أكثر من 4 مرات. كان 8.2% في فبراير 2020 وصار 35.2% في شهر 5 2020. أكيد الكلام مش من عندي حبايبي، هذا الكلام جاي من بحث عمله البنك الاحتياطي الفيدرالي. يعني كنا نحكي عن مكافحة الفساد صرنا نحكي عن مكافحة التشتت. طيب انتوا هلأ بتدعوا على مارك وبتقولوا الله يخرب بيتك يا مارك زي ما خربت بيتنا وشتتنا ورملت تركيزنا من وراء السوشيال ميديا والفيسبوك. معكم حق، في دراسة كشفت انه وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي بقلة تركيزنا. الناس بيقولوا انهم بضيعوا حوالي 2 ساعة في اليوم عليها، والاطفال يا حبيبي معظم وقتهم طاير عليها. ما تتهوروا وتروحوا تحذفوا فيسبوك يوتيوب عشان تضلوا تشوفوا برنامج مش حكي. الله ما يحرمكم مني، انا عارفة انكم متحملين كل هالتشتيت عشاني، بس وقفوا عندكم وتعالوا جاي احكي لكم. يعني لو فيش سوشيال ميديا كنتوا راح تركزوا؟ كنتوا راح تقطعوا حالكم دراسة وشغل بدون اي انقطاع وتشتيت؟ عينكم بعيني اشوف. احنا بنضيع وقت على السوشيال ميديا وبنميل لاننا نصدق انه احنا مشتتين بسببها او بسبب الاشياء اللي حوالينا، فيسبوك انستغرام تنبيهات من هون وهناك. هي بتلهينا، بس هي السبب ولا احنا؟ انا جايبت لكم الصافي. في بحث عمله 2 من علماء النفس بجامعة هارفارد، ماثيو كليسنجرت ودانيال جيلبرت، اكتشفوا انه المشكلة الحقيقية مش البيئة الفوضوية اللي حوالينا، المشكلة بعقولنا، لانه العقل البشري في الواقع مرتبط بحالة من الالهاء المستمر، يعني دايما شاغل حاله بالاشي اللي مش المفروض يركز عليه. في دراسة عملت على 2250 بالغ كانت النتائج انه احنا بنقضي حوالي 47% من كل ساعة يقظة شاردين. مش شاردين يعني هاربين، مش الشرود الهرب، قصدي شرود الذهن او اللي بنسميه السرحان، بسموه كمان التفكير المستقل عن الحافز. طبعا هو اشي عادي بالنسبة لنا وتعودنا عليه، واوقات بنشرد فيه ولا بنحس على حالنا. مثلا بتكونوا تحكوا مع حدا من اصحابكم بتلاقوا حالكم سرحتوا بمنخار اللي قدامكم، او بتفكروا باخر تسليم للشغل عندكم. طبعا انتوا هلا بتحضروني وعقلكم بكسدر بيفكر بشكل المكان اللي حوالي، الكرسي، الاشياء. الالهاء بالاساس هو لعبة ذهنية، واتضح انها وضع افتراضي لعمل الدماغ. تعالوا نفوت بتفاصيل اكثر، خذوا لكم استراحة 5 دقائق وارجعوا. فمزح ورايحين وصدقنا تحضروا. خلونا نبلش بأنواع التحفيز. بيقول العلماء إنه في طريقتين مختلفتين لمعالجة المعلومات من العالم الخارجي، التركيز المتعمد والتركيز التلقائي. التركيز المتعمد وبيسموه هاي الطريقة بإشارات من أعلى لأسفل، زي لما تشوفوا حبة شوكولاتة مثلاً، أنتوا بتختاروا تركزوا على هالحبة، أنتوا بدكم تركزوا عليها. أما التركيز التلقائي فهو إشارات من أسفل لأعلى، زي لما إشي يلفت انتباهكم، يعني لما تكون بتشتغل ويعطيك الفيسبوك تنبيه إنه حد علق لك على صورة صحن المقلوبة اللي نزلته. التنبيه عمل لك تركيز تلقائي، هو اللي خلاك تركز بالفيسبوك مش انت اخترت. بيقول ميلر انه هاي الاشارات تنشأ في اجزاء مختلفة من الدماغ، والاهم انه علماء الاعصاب اكتشفوا انه عوامل التشتيت بتشغل اجزاء من الدماغ اسمها المناطق المختلفة، هي المخ، المخايخ، جذع الدماغ، وهذا التشغيل بيكون سريع كتير وبيسبق عملية التركيز اليومية اللي بيعملها الدماغ. وبيقولوا انه في اجزاء من الدماغ هي المسؤولة عن الطرق المختلفة اللي بيركز فيها دماغ على العالم حوله. حسب دراسة عملها باحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فموجات دماغنا تنبض بترددات مختلفة اعتمادا على نوع التحفيز الخارجي. بيقول القائد المشارك في الدراسة وعالم الأعصاب إيريل كي إنه الترددات بتنبض أسرع للتحفيز التلقائي وبشكل أبطأ للأشياء اللي بنختار إنه إحنا نركز ونهتم فيها، يعني التحفيز المتعمد. وبيقول ميلر إنه أي إشي بيبرز على إنه مختلف عن أي إشي تاني زي تفاحة حمراء وسط حقل أخضر بميل لجذب انتباهنا، وبيبدأ التفاعل من أسفل
للأعلى أو التلقائي. الموضوع أغرب من هيك، مجموعة من الباحثين قرروا يدرسوا التشتيت والتركيز، راحوا قارنوا ما بين أدمغة الأفراد اللي تشتيتهم بصير بسهولة وبين أدمغة الأفراد اللي صعب يتشتت انتباههم. قاسوا درجة تشتت انتباه كل شخص عن طريق استجوابهم. كانوا يسألوهم مثلاً عن المرات اللي ما كانوا ينتبهوا لإشارات المرور على الطريق، أو المرات اللي بيروحوا فيها على الدكان السوبر ماركت وينسوا إيش دخلوا يشتروا. والأفراد الأكثر تشتيت حصلوا طبعاً على أعلى درجات، كان تشتيتهم أعلى. مش بس هيك، راحوا صوروا أدمغة المتطوعين بالرنين المغناطيسي وتبين معهم الاختلاف بين اللي حصلوا على أعلى درجات تشتيت واللي حصلوا على أدنى درجات تشتيت. يا حذركم شو طلع معهم. هلأ إحنا نصف دماغنا بيتكون من إشي اسمه المادة الرمادية، وهاي المادة بتحتوي على عدد كبير من الخلايا العصبية، وهاي المادة إلها دور في الإدراك الحسي، الذاكرة، العواطف، الكلام، وإلها دور في الوظائف الحركية كمان. وخلال الدراسة تبين معهم إنه اللي حصلوا على درجات قليلة من التشتيت كان حجم المادة الرمادية الموجودة في منطقة من الدماغ اسمها الفص الجداري العلوي الأيسر منخفضة، بالمقابل الناس اللي بيتشتت انتباههم بسهولة المادة الرمادية كانت أعلى عندهم، فعالة أكتر يعني، لهيك سهل يتشتتوا. وهذا معنى إنه في ارتباط ما بين كثافة المادة الرمادية وحجم التشتت. طيب صار كتير واضح إنه التشتيت بيسيطر على عقلنا بسهولة، والأكثر وضوح هو إنه قلة التركيز هاي قادرة إنها تضيع لنا وقتنا. مش بس هيك، قلة التركيز بتأثر على سعادتنا. في الدراسة اللي عملها علماء النفس بجامعة هارفارد ماثيو كليسنجر ودانيال جيلبرت، بيّنت الدراسة إنه شرود الذهن له علاقة بالتعاسة. ما بعرف إذا بتلاحظوا، بتحس الناس بالمجمل عندها إرهاق بالشغل، بالدراسة، بأي إشي بيتطلب تركيز، ممكن بسبب كمية المعلومات اللي بنعالجها واللي دماغنا مش قادر يتعود عليها. وهذا فعلا صحيح، كمية المعلومات اللي بنتعرض لها يوميا مش قليلة أبدا، وممكن بسبب كل هالتقنيات اللي حوالينا واللي بتشتت انتباهنا واللي مش قادر تلحق عاداتنا البشرية. صح بنتأثر بقلة التركيز، بس إحنا عايشين تحدي، إحنا مش مدركين التكلفة الحقيقية للمشتتات. قلة التركيز هو مصاص طاقة حقيقي، في كل مرة بتركز فيها انتباهك فأنت بتستخدم كمية قابلة للقياس من الجلوكوز وموارد التمثيل الغذائي الثانية. بتبين الدراسة إنه كل مهمة بتقوم فيها بتخليك أقل فاعلية بالمهمة اللي بعدها. يا حبيبي، وهذا بينطبق بشكل خاص على المهام اللي بتحتاج طاقة كبيرة. لهيك فالإلهاءات في إلها تأثيرها الحقيقي، ومع كل هالتقنيات اللي بتلهينا وبتشتت انتباهنا، فأكيد يعني مش قادرة أوصف لكم حجم الخسائر في الإنتاجية تبعتنا. يا ما شاء الله. في دراسات بتقول إنه وسائل الإلهاء في المكتب تأكل بالمتوسط ساعتين باليوم. وجدت دراسة ثانية انتشرت في أكتوبر 2005 بتقول إنه الموظفين ركزوا 11 دقيقة بالمتوسط في مشروع بيشتغلوا عليه وتشتت انتباههم بعد 11 دقيقة. مش هون المصيبة، بعد المقاطعة يعني بعد ما قاموا عن الشغلة اللي بيشتغلوا عليها بيستغرق الأمر 25 دقيقة ليقدروا يرجعوا للمهمة الأصلية. هاد إذا رجعوا. تخيلوا حبايبي الإنتاجية اللي تحت الصفر بسبب قلة التركيز. بس غريب يعني، بتلاقي في ناس هاد هو سبب نجاحها. مش بقول إنهم متعددين المهام وبيقدروا يشتغلوا على أكتر من شغلة بنفس الوقت وبيقدروا يركزوا على أكتر من إشي يعني إنتاجيتهم بتكون أعلى. مثلا مش بيقولوا الأم بتكون قادرة على إنها تعمل مهام كثيرة ومتعددة بنفس الوقت يعني إنتاجيتها بتكون أعلى لما تعمل كل هالأشياء مع بعض. قبل ما أحكي لكم عن تعدد المهام، أنتوا كيف طبيعة عملكم؟ بتركزوا منيح ولا عندكم قلة تركيز؟ تشتغلوا على شغلة شغلة ولا كله مع بعض وبتنجزوا؟ أيوة بالضبط، هذا هو سؤال الحلقة، اكتبوا لي جوابكم في التعليقات. ألكسندر جراهام بيل ما كان أبدا من المعجبين بتعدد المهام، بل بيعتقد إنه الإبداع الحقيقي بيجي من تركيز أحادي التفكير على إشي بيشتغل عليه الشخص، وبيعتبر إنه الإلهاء رح يخليه تبعد عن هدفك. هاي هي ظاهرة التثبيت المعرفي. هاي الظاهرة بيعتبرها علماء النفس إنها عائق أمام الإبداع. هلأ بتفهموا إيش معناها؟ بيقول المؤلف أورسون سويت ماردن لكتاب كيف نجحوا، ركز كل أفكارك على العمل اللي بتقوم فيه، وحتى علم النفس بوافق هالفكرة، وبين إننا أكثر كفاءة في الوظائف اللي بتتطلب الدقة لما نخلي عقولنا ثابتة على المسار الصحيح. لكن في تنتين من الدراسات الجديدة بتقول إشي تاني، بتقول لما بيتعلق الموضوع بالمهام الإبداعية ولما تحاول تطلع بأفكار جديدة ممكن يؤدي التركيز الحاد، يعني التركيز على إشي واحد، ممكن يؤدي لنتائج عكسية، وممكن يؤدي التشتيت لزيادة فرصك في إيجاد حل جديد وحقيقي لمشكلتك. هاي الفوائد فعلا بتكون بمكانها لما تصير عقولنا محشورة بزاوية معينة. ممكن نضيع وقت كبير في التركيز على الأفكار الأولى اللي طلعت براسنا ونضل قاعدين بنفس الأفكار بدل ما نوجد حلول جديدة، وهي هي ظاهرة التثبيت
تثبيت المعرفة اللي بتتجمد عندها أفكارك وما بتعود قادر تفكر بإشي جديد، عشان هيك تعتبر حاجز للإبداع. في دليل علمي وإثبات ولا كلام وماشي؟ حبايبي فيه. جاكسون لو فريق كامل في كلية كولومبيا للأعمال عمل اختبار للإبداع. هلأ حسب وجهة نظر جراهام بيل، فالتركيز المعمق هو سر الإبداع، لكن الفريق البحثي تاع جاكسون لو لقى أنه بدون ما نعطي أنفسنا فترات راحة زي أنه نعمل تبديل مستمر للمهمة، فالتقدم بيكون محدود زي ما صار مع المشتركين اللي كانوا بدراسته هو. ما خلصناش، يعني نركز بشي واحد ولا نوزع المهام ولا إيش؟ في بحث عملوه على البشر والقرود، خلاصته كانت أنه قدرتنا على التركيز مصممة للعمل على دفعات من الانتباه. يعني زي انتم مفكرين هلا انكم مركزين على الحلقه وبتسمعوني بتركيز واهتمام، انا مصدقه انكم مركزين، بس الحقيقه هي انكم بشكل لا ارادي انتباهكم بيكون معمق وبيرجع بخف حوالي 4 مرات بالثانيه. علماء من جامعه برينستون وجامعه كاليفورنيا بيركلي وجدوا انه حتى خلال انتباهنا الحقيقي احنا في الواقع بنكون مشتتين، وخلال فترات الالهاء شو بيكون يسوي دماغنا؟ بيتوقف مؤقتا، بيفحص البيئه حواليه عشان هو فضولي وبده يعرف اذا في شيء خارج التركيز الاساسي للانتباه، يعني ممكن يكون في اشي اكتر اهمية ولا لا، رح يروح عليه اشي ولا لا، واذا ما كان في اشي بيرجع بعيد التركيز مرة تانية لشو كان بيعمل من قبل، كله واحنا مش حاسين. الدماغ بيخدعنا. طيب اعطينا يا ايناس من الاخر، قوليلنا كيف نركز بدنا نخلص الشغل اللي علينا؟ مش حكيت لكم عقلنا فضولي وبيحب يتجول ليلاقي اشي يلهي؟ لهيك واحدة من اكتر تقنيات ادارة الالهاء هي انك توقف تشغيل كل الاجهزة اللي حواليك خلال اي عمل بيحتاج تفكير منك. دماغنا بفضل انه يركز على الاشياء اللي أمامه مباشرة. بتسهل على حالك لو عملت هيك وبتستغرق جهد أقل. كتير صعب إنك تقاوم وصعب منع المشتتات الخارجية تماماً، خاصة إذا كانت كتير حواليكم. لهيك فإنكم تخففوا من الملهيات حواليكم هي واحدة من أفضل الاستراتيجيات لتحسين أدائكم العقلي. فيش ولا أي خدعة بتقدروا تعملوها حبايبي، ومش تعتمدوا على قوة إرادتكم وتتركوا كل إشي حواليكم وتقولوا لا أنا ملتزم أنا بقاوم. لا 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 لا. الدكتورة داكورث بتقول إنه قوة الإرادة هي مورد مقيد، لهيك أفضل إشي بتقدر تعمله هو إنك تخلق موقف بيصعب فيه تشتيت الانتباه. وفي بحث عملته عن ضبط النفس عند المراهقين أظهرت البيانات إنه كل ما ابتعد الطلاب عن وجود هواتفهم خلال الدراسة زادت درجاتهم. وإنتوا هيك اعملوا حبايبي، سكروا السوشيال ميديا طول الأسبوع، يوم الجمعة بس استخدموها عشان تحضروا مش حكي، مش عشان إشي بس عشان مين غيري بده يحكي لكم هاي المعلومات عشان تنجزوا أكتر. ومن هون للجمعة الجاي جاوبوا على سؤال الحلقة، شاركوها هون وهناك، وزعوها واشتركوا بالصفحة لو مش مشتركين، ويلا سلام.